نظرية تبرير العدالة الإلهية The Odyssey. معظم النقد الموجه لإشكالية الشر الدلالية تبنى فكرة إن الإشكالية بتقع في الفرضية الواقعية Factual Premise للجدلية، وأحد أهم طرق الجدال ضد الفرضية هو إظهار إنها خطأ عن طريق تحديد الخير المعلوم إنه من الممكن يبرر سماح الله بالشر. الفكرة اللي بيطلق عليها نظرية العدالة الإلهية Theodicy. المشروع الأساسي لنظرية العدالة الإلهية هو تبرير طرق الله في التعامل مع البشر وإظهار صور خير الله في وجه الشر الموجود في العالم، أي أننا ببساطة نقدر نقول أن نظرية تبرير العدالة الإلهية في أبسط صورها بتحاول الإجابة على سؤال لماذا يسمح الله بالشر. الفيلسوف الرياضي الألماني جوتفريد لايبنيتز أول من استخدم مصطلح نظرية تبرير العدالة الإلهية Theodicy سنة 1710 في عمله المهم Theodicy مقالات في خير الله، حرية البشر وأصل الشر Theodicy on goodness of God, the freedom of man and the origin of evil. لكن إشكالية الشر ونظرية تبرير العدالة الإلهية فكرة مش جديدة على البشرية، ومن الممكن تتبع جذورها في كل الحضارات والثقافات، الأمر اللي دفع بعض علماء الاجتماع لتصنيفها كإشكالية اجتماعية فلسفية فيها بيسعى الإنسان لتفسير الأمور المحيرة حول طبيعة العالم اللي بيسكنه. الصور المندرجة تحت نظرية تبرير العدالة الإلهية لابد أن ينطبق عليها عدة شروط زي المعقولية والإمكانية. الشروط دي من الممكن حصرها في ثلاث صور: 1. بتتفق مع الصور البديهية عن العالم. 2. بتتفق مع الرؤى العلمية والتاريخية المقبولة على نطاق واسع. 3. بتتفق مع مبدأ أخلاقي مقبول بديهيا. لو طبقنا الشروط الثلاثة دي مثلا على قصة آدم وحواء، من الصعب قبولها كتبرير العدالة الإلهية بسبب الشكوك التاريخية الكبيرة اللي بتحيط بقصة الخلق التوراتية ووجود آدم وحواء من الأساس. ده بالإضافة لأن من الصعب جدا توفيق قصة آدم وحواء مع نظرية التطور العلمية. بيصبح إذن من العثير جدا قبول خطيئة آدم وحواء كتبرير للعدالة الإلهية أو Theodicy. الفيلسوف الألماني ماكس ويبر فسر نظرية تبرير العدالة الإلهية على إنها مشكلة اجتماعية، وشاف إنها مشكلة معنى بالأساس. وويبر جادل إن المجتمع الإنساني تطور بشكل سريع تجاه مجتمع عقلاني، وكان محتاج في عملية تطوره لتفسير ليه الناس الطيبة بتعاني والناس الشريرة بتزدهر. المشكلة أصبحت حساسة بشكل أكبر مع ظهور الدين اللي رسم العالم كوجود له مغزى ومعنى. ويبر وضع إشكالية الشر في إطار معضلة معاناة الطيب ورخاء الشرير، وحدد هدفين لأي نظرية تبرير للعدالة الإلهية: 1. تفسير لماذا يعاني الأبرار Theodicy of Suffering. 2. تفسير لماذا يزدهر الناس Theodicy of Good Fortune. مش بس كده، لكن ويبر ذهب لأبعد من كده وجادل إن البشر اللي بتكون ناجحة وبتزدهر بتظل غير راضية عن نفسها ونجاحها إلا إن كان عندها مبرر لماذا استحقت هذا النجاح، وجادل إن في حالة Theodicy المعاناة من الممكن تقسيم صورها لثلاث أنواع: القضاء والقدر Predestination، الطبيعة المزدوجة للبشر جسد وروح Dualism، والكارما كارما اللي بيقدموا معنى كافي لجموع البشر. الباحثة الأمريكية سيرا أليس جونستون في كتاب بعنوان ديانات العالم القديم Religions of the Ancient World نشرته سنة 2004 جدلت إن الحضارات القديمة زي حضارة ما بين النهرين ميسوبوتاميا، الحضارة الفرعونية القديمة Ancient Egypt، الإغريق Greeks والرومان Romans كونوا عقائد في غالب الوقت كانت تعددية الإلهية Polytheistic باستثناء الحضارة المصرية القديمة في بعض فتراتها التاريخية. الطرح الاعتقادي ده مكنهم من التعامل مع تبرير العدالة الإلهية بشكل مختلف عن الوقت الحاضر. الديانات القديمة دي صورت عدة صور من الآلهة والآلهات اللي بتتحكم وتتدخل في حياة البشر بشكل يومي. الآلهة دي كان عندها سمات وصفات بشرية عديدة زي الغضب، الحقد، الانفعال إلى آخره، اللي قدم مجال خصب لتفسير الشر الغير مبرر اللي أحياناً بيحصل في العالم، أو أحياناً قدمت أرضية لمعاناة بعض البشر تحت مظلة عصيان البشر للآلهة اللي غضبت وقررت معاقبة البشر، الفكرة اللي وجدت طريقها في كتير من الديانات المعاصرة.